احتفلت المستشفيات الحكومية بالذكرى 13 لتأسيس مركز عبد الرحمن كانو لأمراض الكلى، وذلك بحضور سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون الشباب والرياضة، وسعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، وسعادة الدكتورة مريم عذبي الجلهمة رئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، والسيد فوزي بن أحمد كانو رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن كانو. وبهذه المناسبة نوه سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق بالمركز الذي تفخر المحافظة باحتضانه، مشيرا إلى أن هذا المشروع يساهم إلى جانب مجمع السلمانية الطبي ومستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي ومراكز الرعاية الصحية الأولية في تقديم أفضل خدماته الصحية إلى المواطنين وتوفير الوقت والجهد للأهالي بالمحافظة، مشيدا بإدارة المستشفيات الحكومية لهذا المركز ومقدما شكره لشركة عبد الرحمن كانو وعائلة كانو وجميع من يساهم في الدعم المتواصل للمشاريع التي تصب في صالح الوطن والمواطنين. بدورها أعربت سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية عن فخرها بالإنجازات التي حققها مركز عبد الرحمن كانو لأمراض الكلى على مدار الأعوام الماضية، معبرة عن الفخر بما حققه المركز من تطور في تقديم خدمات غسيل الكلى بأعلى معايير الجودة وتوفير أفضل رعاية صحية مع السعي لتحسين الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها. كما يقدم المركز خدمات تكميلية تشمل الاستشارات الغذائية والمتابعة الصحية الدورية، ويحتوي المركز على 58 سريرا بالإضافة إلى المختبر والصيدلية وقسم الغسيل البريتوني، إلى جانب مكتب متخصص للباحث الاجتماعي لمتابعة حالة المرضى وتقديم الاستشارة الاجتماعية لهم. ويواصل المركز تقديم خدماته المتميزة في مجال رعاية وعلاج مرضى الكلى منذ افتتاحه في عام 2011، كما أصبح المركز رائدا في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الفشل الكلوي في مملكة البحرين، حيث يستقبل أسبوعيا حوالي 350 مريضا من مختلف الحالات. طبعا اليوم نحتفل في هذا المركز اللي أعتبره يعني مركز يقدم خدمات عظيمة تجاه مرضان في محافظة المحرق وبقية المحافظات، وهذا المركز لابد أن احنا نقدم شكرنا وتقديرنا بداية للقيادة العزيزة اللي وفرتها الكوادر من أطباء من ممرضين، وأشكر يعني بالذات العائلة الكريمة عائلة كانو اللي ما مقصرين ويان يعني في بناء هالصروح ذي الطبية والمدارس وكل والمساجد والجوامع. أقدم شكرني واعتزازني لهذه العائلة من مبادرات قدمت خلال فترات طويلة. اليوم احتفلنا بمرور 13 عام على تأسيس مركز عبد الرحمن كانو لغسيل الكلى، والذي بني بتبرع سخي من قبل الوجيه فوزي كانو، الشكر له. طبعا المركز الآن يستقبل حوالي 350 مريض يوميا ويحتوي على 58 سرير، ويقدم خدمات غسيل الكلى لجميع المرضى القاطنين في مملكة في محافظة العاصمة وأيضا في المحافظات الأخرى، ونحن نطمح إلى تحسين جودة الخدمات، ونتقدم بالشكر إلى الطاقم الصحي اللي يعمل في هذا المركز ولكل الداعمين له، وبالتحديد أتوجه بالشكر لسعادة محافظ العاصمة السيد سلمان بن هندي المناعي على الدعم اللي قدمونه والمتابعة من قبلهم. والله أول شيء أتشرف بزيارة المركز وهالوجوه الطيبة المبشرة بالخير اللي شفناها اليوم، وطبعا بعض نزلنا بعض المرضى اللي شفنا الأمل فيهم والراحة، وثاني شيء اللي عملناه هذه أي شيء خيري، وأعتقد العائلة من أيام أجدادنا تعمل هالأشياء، ونحن بعد نشكر القيادة الحكيمة
اللي بعد الإنسان ما يسوي هالأشياء تقوم بالمواصلة فيه. يعني احنا بنينا هذه صحيح من كم سنة، 13 سنة، لكن ما شاء الله عليه تشوف المكان كان جديد، وتشوف الشباب اللي يشتغلون فيه يعني تستانس وتشوفهم مرحبين في الزوار وفي المرضى. هذه كلها دلالة على أن يعني الحمد لله القيادة يعني ملاحظة الأشياء المهمة حق المواطنين البحرينيين. يسعدني أرفع الشكر والتقدير إلى قيادتنا الحكيمة على مساندتها ودعمها للقطاع الصحي. مركز عبد الرحمن كانو اليوم يحتفل بمرور 13 سنة منذ إنشائه. أنشأ سنة 2011 بعطاء سخي من الوجيه سعود كانو وممثل شركة يوسف بن أحمد كانو. المركز يقدم علاج دموي وعلاج غسيل بريتوني. سعة المركز توصل إلى 58 سرير، أي بمعنى عدد المرضى يومياً 174 مريض على 3 فترات.